السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة عالم شاهي، ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم طريقة تحضير قطبان ديال لادانت أو قطبان ديال بيبي بطريقة زوينة بزاف، بتتبيلة مميزة ومغايرة، كيجيو رائعين في المذاق ديالهم وفتيين والقوام رائع جداً. غادي نرافقوهم بالأرز الأصفر، غادي نوريكم طريقة التحضير ديالو كذلك طريقة زوينة بزاف. وللتذكير إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق فيه الرأي ديالكم، وتبارطاجيو الوصفة مع الأحباب والأصدقاء، وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وندوزو دابا للطريقة. باش غادي نحضر هاد القطبان ديال لادند، غنحتاج بطبيعة الحال لادند. عندي كيلو ديال لادند مقطع ولا بيبي مقطع مكعبات، والكمية دائما كتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. أنا هنا عندي كيلو، غادي نزيد ليه واحد ياغورت طبيعي بدون سكر، الياغورت اللي الوزن ديالو 110 غرام. غنزيد له ملعقة صغيرة ديال المطرد، نصف بصلة صغيرة محكوكة، جوج دروس ديال الثوم المفروم، جوج دروس ديال الثومة محكوكة، ملعقة كبيرة ديال عصير الحامض. إذا ما كاينش عصير الحامض ممكن نعوضه بالخل، لكن يكون أفضل إذا كان الحامض. وملعقة صغيرة ديال مركز الطماطم، القليل من زيت الزيتون. بالنسبة للتوابل عندي نصف ملعقة صغيرة إبزار، ملعقة صغيرة ممسوحة كركم أو الخرقوم، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة زنجبيل أو سكنجبير، وعندي ملعقة صغيرة ثوم بودرة كتعطي لهاد التتبيلة مذاق رائع جدا. ولكن إلا ما كيناش تقدروا فقط تكتفيوا بالثوم اللي درنا في الأول. وعندي شوية ديال الهريسة اختياري والملح، وتقريبا ربع ملعقة صغيرة إلى نصف ملعقة صغيرة ديال القزبر اليابس. غادي نخلط لادانت مع هاد التتبيلة، غادي نزيد ليه شويه ديال الزيت، وغادي نغطيه. ملي غادي نخلطو مزيان غادي نغطيه بالفيلم الغذائي، وغادي ندخلو للثلاجة يبات ليله كامله. يعني الا كنا غنخدمو به مثلا غدا، اليوم بالليل نصوبوه ونخليوه يبات باش يشرب هاد لاماريناد هادي. ودائما فيريفيو الذوق ديال الملحه ديالكم قبل، باش ملي يجي يشرب القوام ما يشربوش وهو ناقص ملحه. ديروا القياس ديال الملحه وذوقوا، الا ناقصه غادي تزيدوها من الاول. ونغطيه بالفيلم اليمونتير وندخلو للثلاجة كيف قلت لكم يبات، الا ما كانش ليله كامله على الاقل 6 ساعات باش يشرب مزيان هاد الماغيناد. صافي، هنا انا على داند راه خليته بات ليله كامله. من طبيعه الحال الا ما كانش في الاستطاعه قلت لكم ممكن اقل حاجه 6 ساعات باش يشرب مزيان دوك التوابل. والا كنت غندير هاد لاداند في القطبان ديال الخشب، من الافضل انهم القطبان نديروهم نرقدوهم في الماء، كيشربوا داك الماء باش ملي كنبغيو نطيبو ما كيتحرقوش ليا القطبان، ما كيتحرقش ليا العود ديالهم. صافي، كنحرك هذاك لاداند. غادي نزيد فيه واحد شويه ديال الزيت، الدور ديال هاد الزيت كيعطينا ديك اللمعه ملي كنشويو البروشيت، كيعطونا واحد اللمعه في هذاك لاداند، كيجي المنظر ديالهم زوين. وصافي، غادي نعمر دابا هادوك القطبان.
صافي انا راه كملت التعمار ديالهم كاملين، غادي نحطهم جانبا وندوزو دابا باش نحضروا الارز الاصفر بواحد الطريقه زوينه بزاف. بقاو معايا. غادي ناخد القدر او الطنجره او الكوكوت فاش غنطيب هذا الرز، المهم نخدمو بشي حاجه اللي غتكون كتسد مزيان. غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده والقليل من زيت المائده. ملي تذوب ليا ديك الزبده غندير معاها بصله كبيره مشلضه، غادي نشحرها حتى كتبدا كتدبل، وغنزيد ليها ضرس ديال الثوم محكوكه. غادي نزيد ليه دابا ضويمه ديال الزعفران الحر، كنظن راه كلشي كيعرف هاد الضامه، كتعطي المذاق زوين بزاف. مكعب صغير ضويمه ديال الزعفران الحر، وغندير كاس ديال الرز، ودائما القياس ديال الرز على حسب العدد ديال افراد الاسره. غادي نزيد نصف ملعقه صغيره ابزار، نصف ملعقه زنجبيل، نصف ملعقه كركم او خرقوم، والقليل من الملح لانه الضويمه اصلا مالحه، وعويد ديال القرفه. غادي نخلط هادشي كله، غنخليه يتشحر واحد جوج دقائق، وصدقوني راه هاد التوابل كيعطيو لهاد الرز واحد المذاق مميز جدا، كيجي رائع والمذاق ديالو غزال. دابا غادي نزيد الماء. بالنسبه للماء هو قاعده دائما، هاد الرز او الرز كلاصي كنديروا كاس ديال الرز في جوج كيسان ديال الماء، وكاين نوع ديال الرز اللي ما كيطيبش دغيا كنضطروا اننا نديروا ثلاثه العبارات ديال الماء، يعني كاس ديال الرز كديروا فيه جوج كيسان حتى ثلاثه الكيسان ديال الماء. انا درت هنا جوج كيسان ونص ديال الماء، غير كيغلى داك الماء كنغطيه، من الافضل ديروه في شي قدر اللي كيتغطى مزيان وتقتلوا عليه البوطه، يعني نار مهيله بزاف، وتخليوه تيطيب على خاطرو، غير سدو عليه وخليوه يطيب في داك البخار اللي غيبدا كيرجع عليه. وهادو هما البروشيت، من بعد ما شويتهم تشوهم سواء في شويه ديال الضوء او لا في الفاخر، هو دائما الفاخر راه كيعطي المذاق احسن، هادشي حنا عارفينه. بالنسبه للمذاق كيجي رائع جدا، مختلف ومميز، والتتبيله اللي درنا ليهم كتخليهم يجيو فتيين من الداخل ورطيبين. هاد البروشيت قدمتهم مع الارز الاصفر اللي حضرت معكم، كيف قلت لكم طيبته على نار مهيله بزاف، وكنسد عليه مزيان، كنخليه كيطيب في داك البخار اللي كيترد عليه حتى كيطيب وكيتفرز الحبه على اختها. وقدمته مع لي طوماط سوغيز مقومين، وقدمت كذلك معاه واحد التوميه او الصلصه ديال الثوم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. اللي عندكم شي تساؤل خليوه لي في تعليق، ونشوفكم على خير. مع السلامة.